دخل ظهرك الجبال على رأي اللي قال دول أهل مصر الصاعد بطولة مصنع الرجولة منبع الحضارة أرض خير ونصر. كل مرة أقابل الشباب والشابات المتطوعين وأشوف الحاجات الجميلة اللي هم بيعملوها أقول لمحدش أبدا رغم كل الظروف الصعبة اللي احنا فيها هيوقفنا أبدا عن الطريق اللي احنا ماشيين فيه نغير حياة أهالينا. الزراعة والصناعة الفنون آخر فراعة والكنيسة ويا جامع كل واحد في إيد الصاعد يا خال ظهرك الجبال على رأي اللي قال دول أهل مصر. الصعيد يا عم لا ما تشيلش هم ما السند لغيرهم في المحن وسود الصعيد عالم ختم بالشمامة عمر ما قال لغيرهم للبلد جنود اللي جيلها يلقى نيلها في استقباله يوم عيد ناس كريمة ناس عظيمة هم دول أهل الصعيد. الزراعة والصناعة في الفنون آخر براعة والكنيسة ويا جامع كل واحد في إيد الصعيد يا خال ظهرك الجبال على رأي اللي قال دول أهل مصر. ايه طب لو اللي يبقى فرحان يعيط ونسهل كلمة زي السيف ولو تسأل في يوم عنها غنية بجد على التعريف بني سويف. نورت البلد شرفت البلد يلي مجيتك تزيدنا شوبنا زاد ليك يطول خير معاك واحنا كمان معاك ماشيين الطريق وكلنا ايدينا في ايديك. نورت البلد شرفت البلد يلي مجيتك تزيدنا شوبنا زاد ليك يطول خير معاك واحنا كمان معاك ماشيين الطريق وكلنا ايدينا في ايديك.